الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. قبيل إقفال مراكز الاقتراع في تونس، ارتفاع في نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات التشريعية. ظريف يؤكد إبلاغ تركيا أن التحشيد العسكري لا يحفظ الأمن، ويعلن استعداد بلاده للعمل مع دمشق وأنقرة لحل القضايا العالقة. حكومة صنعاء تؤكد عدم تلقيها أي رد صريح على مبادرة المشاط، وحصار التحالف السعودي يهدد مستشفيات اليمن. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة من تونس، حيث بلغت نسبة الاقتراع فيها الانتخابات التشريعية فيها نسبة 30%. وللمزيد أكثر طبعا سوف يكون معنا شبكة مراسلنا من تونس بعد قليل. إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأمان بدفع الثمن، فيا شعب تونس زال الظلام ولا حتى باشر فجر أغر، وللحق والعدل جسر طويل، فهيا اعبروا وتوخوا الحذر، فضموا الصفوف أزيلوا الفتن وضحوا جميعا الوطن. إذن مشاهدينا، في هذه الأثناء أقفلت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية التونسية أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب. الإقبال بلغ 30%، وترتفع كانت وتيرته خلال هذا النهار، حيث لم تبلغ نسبة التصويت في نهاية اليوم، أو بلغت نسبة التصويت في نهاية اليوم 30%. ورغم ذلك دعوات القوى السياسية المتنافسة كانت طبعا لديها دعوات، رغم دعوة أيضا رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة عفوا العليا للانتخابات نبيل بفون الناخبين في الداخل والخارج إلى الإقبال على التصويت بكثافة. إلى ذلك أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية خارج تونس قد بلغت 10%. يشار إلى أن عملية التصويت في الخارج انطلقت في ساعة متأخرة من ليل الخميس في أول مكتب اقتراع بأستراليا لانتخاب 18 نائبا في المهجر من إجمالي 217 عضوا في البرلمان. وللمزيد تنضم إلينا شبكة مراسلين من أكثر من منطقة، طبعا معنا من بن عروس الزميلة فاطمة قاسم، ومن المركز الإعلامي في تونس الزميلة سميحة البغانمي، وأيضا من صفاقس معنا الزميل مراد الدلنسي. أرحب بالجميع، أبدأ معك مراد للحديث، خاصة أنه أقفلت أبواب الاقتراع، لا أدري إن كان يسمعنا مراد. مراد يبدو أنه مراد غير جاهز، طبعا سوف نعود إليه للوقوف على المشهد. الآن ننتقل إلى المركز الإعلامي وزميلة سميحة البغانمي معنا أيضا لنعرف ماذا الآن، ماذا عن المشهد الآن مع إقفال الأبواب، أبواب الاقتراع، وما الذي يجري في هذه الأثناء وبعد الإقفال؟ نعم، يعني في تحيين لآخر الأرقام والمعطيات بحسب مصادرنا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نسبة التصويت وصلت إلى حدود الساعة الخامسة أي قبل ساعة 35% بالداخل، ووصلت إلى 15% في الخارج، وتتوقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتجاوز نسبة التصويت 40% بعد تلقيها العديد من المعلومات من مراكز الاقتراع، حيث لاحظنا في الساعتين الأخيرة تزايد في نسبة إقبال الناخبين. وأنا كنت ذهبت قبل ساعة وقمت بعملية التصويت، وقد لاحظت في المركز الذي صوتت فيه ارتفاع عدد الناخبين مقارنة بساعات الصباح الأولى، والهيئة متفائلة أن تتجاوز نسبة التصويت 40%، خاصة أن هناك بعض المراكز لم تغلق أبوابها بعد في الخارج،
وتتوقع الهيئة بحسب الحديث مع بعض أعضاء الهيئة أن تتجاوز النسبة 40%، وتقريبا هي نفس متشبهة مع انتخابات الرئاسية في دورها الأول، وهي نسبة تعتبر محترمة مقارنة يعني بالنسبة التي كانت سجلت صباح اليوم. كانت الهيئة متخوفة أن تكون نسبة ضعيفة جدا، خاصة وأن حتى منتصف النهار كانت النسبة لا تتجاوز 7%، ولكن بعد منتصف النهار تغيرت الوتيرة بنسق أكثر فاعلية وأكثر حركية، والنسبة حاليا بحسب مصادرنا 35، ولكن الهيئة تتوقع أن تتجاوز 40%. طيب يعني بعد ساعة تقريبا، بعد ساعة ونصف ستعقد الهيئة بعد ساعة ونصف تقريبا ستعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمر صحفي، وتقدم فيها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحسب الدوائر. نعم. ما الذي يكون يعني ما الذي يحصل بالتفصيل في هذا الوقت يعني بعد إقفال، يعني كيف تصل الأمور في خواتيمها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ نعم، يعني كل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هم متواجدون حاليا في غرفة العمليات، أين يستقبلون المحاضر من بقية المراكز الانتخابية، يستقبلون المحاضر وكل المعلومات والمعطيات على أن تتم عملية التجميع والفرز في مكاتب الاقتراع ثم في مراكز الاقتراع، ومن ثم إرسالها إلى مركز الهيئة المركز الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذن يعني هناك مراكز بدأت وانطلقت في عملية الفرز وتجميع النتائج، ولكن الهيئة ستقدم بعد ساعة ونصف النتائج الأولية، ولدى الهيئة 3 أيام للإعلان بشكل رسمي على نتائج الانتخابات التشريعية الثالثة في تاريخ تونس منذ اندلاع ثورة 2011، والثانية منذ تأسيس الدستور 2014. طيب. نعم. خلينا نوقف عند هالمشهد وهذه التفاصيل تحديدا سميحة، من يعني أكثر من مركز سنذهب إلى بن عروس مع الزميلة فاطمة قاسم، بداية للوقوف على المشهد عندك فاطمة مع إقفال صناديق الاقتراع. نعم علا، للتو كنا داخل مركز المروج في بن عروس، تم إقفال صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز لإرسالها لاحقا، إرسال الصناديق وتقارير النتائج إلى مركز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بن عروس. في الساعة الأخيرة من هذا النهار الانتخابي الطويل ازدادت نسب الناخبين على في هذا المركز بالذات الذي تقريبا وصلت فيه نسبة الاقتراع تقريبا 50% حتى الساعة 4:30 من بعد الظهر. وبحسب جولتنا خلال هذا النهار الطويل كانت نسب الإقبال ضعيفة قليلا في المراكز التي قمنا بزيارتها في تونس الأولى وتونس الثانية وهنا في بن عروس. القوائم أكثر من 15,000 مرشح يتنافسون لدخول البرلمان التونسي ليحتلوا مقاعده. في الساعات الأخيرة كان واضح أنه في الساعات الأخيرة من يعني قبل الإقفال كان واضح أنه تغير المشهد عن ساعات النهار. ربما يعني يعتقد البعض أنه بأول النهار يكون هناك زحمة فلنترك الموضوع إلى آخر هذا النهار. هلا انا من خلال جولتي ومن خلال المشاهدات في ساعات الصباح الاولى كان الاقبال في المركز الذي كنت فيه كان الاقبال شديدا او كبيرا نسبه الى باقي المراكز، ثم خلال ساعات النهار انخفض قليلا وليعود ويرتفع بالاخص في هذا المركز في بن عروس هنا في المروج. نعم ارتفعت اجمالا النسب في الساعة الأخيرة. نعم، سنذهب أيضا إلى زميل مراد الدلنسي للوقوف عنده حاليا على هذا المشهد الآن، ماذا يجري حاليا مع إقفال صناديق الاقتراع؟ ما الذي يجري في المركز المتواجد فيه أنت مراد؟ وأيضا إذا أمكن أن نذكر خلال هذا النهار كيف كان الإقبال، ما الملاحظات، الاعتراضات، كل شيء خلال هذا النهار يعني إذا أمكن أن نوجزه.
نعم علا، نبدأ باللحظة التي نحن فيها الآن. تقريبا نحن داخل مركز اختراع، يوجد به 10 مكاتب. ربما نستطيع أن نشاهد ما الذي يحدث داخل هذه المكاتب المختلفة. هذا المكتب يعني ما زال مفتوحا، ولكن بصدد يعني هناك عملية تقنية تتم قبل فتح الصناديق الاختراع وبدأ عملية الفرز. كذلك في المكتب الذي نشاهده الآن يعني لم يتم فتح الصناديق بعد، ولكن بكل الأحوال عملية الاقتراع انتهت وما هي إلا لحظات وتبدأ عملية الفرز. إذا نشاهد في المكاتب التي في أمام الكاميرا الآن، تقريبا هناك استعدادات ستبدأ في أي لحظة عمليات الفرز، هي كلها استعدادات، ويعني هناك عمليات معروفة تقنية أكدت عليها هيئة الانتخابات. يعني فتح الصناديق لا يتم إلا بعد التثبت من عدة أشياء وبحضور المسؤولين من هيئة الانتخابات في كل المراكز الاقتراع. هي تحضيرات واستعدادات حتى تكون عملية الفرز شفافة. إذن بعد قليل تبدأ عمليات الفرز، يعني كلها دقائق وتبدأ عمليات الفرز. يعني لا. تقريبا إذا ما تحدثنا عن المركز الذي نحن فيه الآن، أكثر من 5000 مسجل انتخب، منهم حوالي 60%، يعني بضعة آلاف كل ما في الأمر، 3000 ربما انتخبوا موزعين على 10 مكاتب، يعني كل مكتب فيه بضعة مئات قليلة. إذن هل هناك سبب له علاقة مباشرة بهذه المنطقة لكي تكون نسبة التصويت على هذا الشكل؟ يعني هل لصفاقس خصائص معينة تختلف ربما عن مناطق أخرى؟ ربما يفهم مثلا الضعف في بعض المناطق لناحية التصويت يفهم عن باقي مناطق أخرى؟ علا، هو لا نستطيع أن نتحدث عن نسبة التصويت في كل في دائرتي صفاقس كاملتين، لأنه ليس لدينا الأرقام الرسمية في صفاقس كم كانت نسبة التصويت كاملة، ولكن هنا نتحدث عن مركز اقتراع هو عينة، صحيح عينة من مراكز الاقتراع في صفاقس، ولكنه لا يمثل كل دائرتي صفاقس، لأنها هناك مناطق أخرى ربما بعيدة، مناطق أخرى نسبة الاقتراع فيها تكون أضعف من هذا. ولكن إذا أردنا المعدل في الدورة الأولى للرئاسيات كان في حدود 50% و 49% في دائرتي صفاقس، ولكن نسبة الاقتراع في دائرتي صفاقس هذه المرة في الانتخابات التشريعية بكل تأكيد لن تكون ضعيفة جدا، يعني حسب المزاج العام وما وصلتنا من أخبار لن تكون ضعيفة جدا. يعني كما قلت عملية الفرز لن تستمر طويلا باعتبار نعم. تفضل أكمل بشكل سريع لأنه سوف نذهب من جديد إلى سميحة. نعم نعم علا، أردت أن أقول أن عمليات الفرز لن تطول كثيرا. مراقبي الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبيرة التي هي منتشرة في كل مراكز الاقتراع تستطيع من خلال إرسال محاضر المكاتب إلى المسؤولين المركزيين في الأحزاب، وبالتالي الأحزاب يمكن أن تكون لديها النتائج في الساعات المقبلة. شكرا على لك مراد. أحيان 3-4 ساعات. شكرا لك مراد. تعرف نسبة أعود إلى زميلة سميحة المغانمي. نعم. معنا من المركز الإعلامي ولديها أيضا جديد. تفضلي سميحة. نعم علا، يعني اليوم الانتخاب أكيد مر في ظروف طيبة، ولكن تم تسجيل بعض الإخلالات والملاحظات، ومعي هنا السيد عبد الفتاح خنشوش وهو نائب رئيس جمعية ملاحظون بلا حدود. لو تطلعنا على مدى احترام القائمات الانتخابية للقانون الانتخابي. طبعا بالنسبة للقائمات الانتخابية اليوم رصدت ملاحظون بلا حدود في كامل تراب الجمهورية عدة إخلالات، أهمها التأثير على الناخب مباشرة في ساحة مراكز الاقتراع، وهنا تم التدخل من طرف ملاحظون بلا حدود في عدة مناسبات للتنبيه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى يتم التدخل لعدم التأثير على الناخبين من خلال توزيع بعض الخصاصات، من خلال
شراء الذمم بتوزيع للأموال للملاحظين. إن شاء الله الهيئة المستقلة للانتخابات تدارك هذا وتتدخل لعدم المس من نزاهة الانتخابات. من أهم الإخلالات الأخرى هي عدم توفر التجهيزات الكافية لنفاذ الناخبين ذوي الإعاقة، وهذا مهم بعد فترة 6 و7 سنوات من الانتخابات من 2011 إلى غاية 2019 أن نتطوروا على مستوى التجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. فما بعض المراكز المجهزة لكن أغلب مراكز غير مجهزة بهذه التجهيزات. لاحظنا كذلك غياب لأعوان الإرشاد اللي هما مهمين داخل مراكز الاقتراع اللي ما يخليوش فما فوضى داخل المراكز. شكرا لك. إذ هذا ما لدينا علا في انتظار المؤتمر الصحفي للهيئة العليا للمستقلة للانتخابات بعد ساعة تقريبا للأعلان عن النتائج الرسمية، النتائج الأولية لهذه الانتخابات التشريعية. طبعا نحن معكم جميعا يعني لمتابعة كل جديد من تونس. كل الشكر لكم. أبدأ معك سميحة البغانمي، كنت معنا من المركز الإعلامي في تونس. الشكر موصول لزميلة فاطمة قاسم كانت معنا من بن عروس، وأيضا كل الشكر للزميل مراد الدلنسي كان معنا من صفاقس، ويعطيكم ألف عافية. رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية في بن عروس دعا التونسيين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الطعون لم تسقط أي انتخابات رئاسية في تونس، ومجددا موقف النهضة بأنها لن تتحالف مع من عليه شبهات فساد. قلنا نحن ونكرر لن نتحالف مع أي حزب تتعلق به شبه فساد، لانه على راس جدول اعمالنا في هذه المرحله التي ندخلها محاربه الفساد، الوجه الاخر للفقر، فالحرب على الفقر يقتضي الحرب على الفساد والعكس بالعكس ايضا. ولذلك من التناقض ان نتحالف مع احزاب تتعلق بها شبه فساد، لا، لانه الفساد هو سبب الفقر والتهرب الضريبي وتبييض الاموال وما الى ذلك هي من هذا النوع. ولذلك الإمام علي قال ما جاع فقير إلا بمنع غني، يعني بتهرب الغني من الضريبة يجوع الناس. هل تتخوفون من الطعن في نتائج رئاسية؟ الطعون يعني ليس جديدا، في كل انتخابات فيها طعون وينظر في هذه الطعون، وحتى الآن لم تسقط أي انتخابات تونسية منذ الثورة بسبب الطعون، لأنها طعون بسيطة يعني لا تغير النتائج. زوجة المرشح للرئاسة التونسية المسجون نبيل القروي سلوى السماوي نفت الاتهامات الموجهة لزوجها بالتعاقد مع شركة ضغط يديرها الموساد الإسرائيلي. وعقب الإدلاء بصوتها أعربت عن حزنها لاستمرار سجن القروي على الرغم من الحظوظ الكبيرة التي يملكها للفوز بالرئاسة وفق ما قالت. أنا حزينة طبعا، أنا حزينة، أنا أبكي أنه زوجي اليوم يعني رئيس حزب وعنده حظوظ كبيرة، وهو مع ترشحه الشعب التونسي باش يكون في الدور الثاني، أنه ما زالت القوى الظلمة يعني التي تظلم الناس في تونس لا زالت متشبثة أنه تجعل نبيل القروي تتركه في السجن، مع أننا رحنا إلى كل يعني الدائرات في المحاكم التونسية وأحنا في أمام أنديني على جوستيس معناتها في نكران للعدالة. فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا
بناء على اتفاق أضنا وهو ما أبلغته طهران لأنقرة. وفي كلمة له أمام مجلس الشورى أبدى ظريف استعداد بلاده للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية من أجل حل المشكلات العالقة بينهما وفق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بجدية الإجراءات التركية المتعلقة بإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات. موقف الجمهورية الإسلامية واضح حول المسألة الكردية، فقد أعلنا أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو وجود القوات العسكرية المركزية السورية في المناطق الحدودية، وبحسب اتفاقية أضنا يمكن أن يحصل ذلك، لذا فإن الإجراء ضد وحدة أراضي سوريا وسيادتها لن يجلب الأمن. هناك مشكلة نواجهها نحن والعراق وسوريا، وهما يواجهانها بشكل مباشر، وقد واصلنا مساعينا مع الحكومة التركية، وقد طرح على المستوى الدولي مسألة العواصف الترابية التي أوجدت مشكلة في المنطقة، ونحن سنتابع هذه المسألة مع زملائنا الأتراك، لكن تركيا لم تلتحق بأي اتفاقية مائية، لذا فإن متابعة هذا الموضوع دوليا دونها صعوبات. إلى ذلك، وبعد ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب انطلاق عملية عسكرية شمال شرق سوريا، وصلت تعزيزات عسكرية تركية إلى قضاء أقجى قلعة التابع لولاية شانلي أورفا عند الحدود مع سوريا. قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الغارات الجوية للعدوان على الصليف رد سلبي على مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، نافيا تلقي رد صريح عليها. عبد السلام الذي بحث المبادرة في العاصمة العمانية مسقط مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، أكد أن المبادرة تعكس حسن النوايا والحرص على إنهاء العدوان والحصار، معتبرا أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يتنافى مع اتفاق السويد. هذا وأطلقت وزارة الصحة في صنعاء نداء استغاثة وتحذير من توقف 120 مستشفى و 3000 مركز صحي في البلاد من جراء انعدام المشتقات النفطية بسبب حصار التحالف. أحمد زبيبة. سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة اليمنية تطلق صفاراتها من أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء احتجاجا على صمتها وتنديدا به مقابل استمرار التحالف في منع دخول المشتقات النفطية عصب حياة المستشفيات والقطاع الصحي، وتحذيرات من توقف 120 مستشفى و 3000 مركز صحي في اليمن. نتكلم على كارثة إنسانية ستحل بالوضع الصحي في اليمن إذا استمر هذا التعنت من قبل دول التحالف العدوان. بالمقابل قد تقول الأمم المتحدة والمنظمات أنها تزود المستشفيات بالمشتقات النفطية، من يزود المواطن بالمشتقات النفطية التي يمكن أن يصل بها إلى هذه المراكز لتلقي العلاج مع انقضاء البترول؟ أكثر من 6000 مريض بالفشل الكلوي أمام كارثة توقف أجهزة الغسل مع شح الوقود، إضافة إلى غرف العمليات وحضانات الأطفال وغيرها، مع تقاعس الأمم المتحدة عن نصرتهم، وهي التي وجه إليها أكثر من 500 نداء استغاثة خلال الأشهر الستة الماضية وحتى اليوم، إضافة إلى أكثر من 100 بيان مندد بالحصار من دون جهة. الآن وفي هذه اللحظة يتم تسليم ما يقارب من 100 بيان تضامني مع شركة النفط اليمنية تنديدا واستنكارا باحتجاز السفن النفطية. من هنا نطالب كل ضمير حي، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأن يضغط على قوات التحالف لإطلاق السفن النفطية. 9 سفن نفطية ترسو خلف أسوار الحصار في عرض البحر يمنع التحالف دخولها ميناء الحديدة، فيما التحالف يتحدث عن تهدئة، وأي تهدئة هذه وهو يستمر في خنق اليمنيين وقتلهم أكثر. تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية كاملة عن أي وفاة بسبب منع التحالف السعودي إدخال المشتقات النفطية إلى اليمن، فضلا عن تعثر المستشفيات في التخفيف من معاناة اليمنيين. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل حذر في اتصال مع الميادين من أن اليمن يقف على مسافة ساعات معدودة من كارثة إنسانية موصوفة جراء احتجاز العدوان ناقلة النفط وحرمان المؤسسات الطبية من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل الأدوات الطبية. اليوم نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية متعمدة مشهودة أمام العالم بأكمله، حيث يمنع دخول المشتقات النفطية التي تستخدم لأغراض إنسانية، منها ما يستخدم في المستشفيات والمراكز والطبية، لأن الوقود قد نفذ في كثير من المستشفيات. معنا 172 مستشفى عام في محافظات الجمهورية على وشك الإغلاق الليلة. نحن أمام 500 مستشفى ومستوصف خاص ستغلق الليلة أو في الساعات القادمة إن لم تتوفر لها المشتقات النفطية، والعالم بأكمله يتفرج على الشعب اليمني. نتكلم عن توقف بعض المستشفيات من تقديم الخدمة في عملياتها. نحن الآن أمام توقف في العناية المركزة لكثير من المستشفيات. قدم محافظ بغداد فلاح الجزائر استقالته من منصبه، ووفق مراسلنا فأن مجلس المحافظة وافق على الاستقالة بالإجماع. من جانب آخر، فتحت القوات الأمنية العراقية جسر السنك الذي أغلق على خلفية التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، فيما أبقت إجراءاتها الأمنية على جسر الجمهورية. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد التزام الحكومة بتقديم الفاسدين للقضاء، وفي كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء أشار إلى وجود مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، موضحا أن الحكومة ستعمل على دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح تطوع للجيش. أنا مستعد في أي مكان أن يبقى الإخوة المتظاهرين في أماكن، في مناطقهم أينما كانت، أنا أذهب إليهم أو أرسل في أماكن أخرى مندوبين بدون أي قوات مسلحة، أذهب إليهم مجرد من السلاح وأجلس معاهم ساعات أستمع إلى ما يريدون. إذا كان هذا يهدئ الحالة فأنا مستعد للقيام بذلك وصرف الأيام القادمة في هذا المشروع. بالمقابل نطلب أن التوقف عن الذهاب إلى شوارع بغداد وشوارع المحافظات الأخرى. تذكير بعناوين هذه النشرة. قبيل إقفال مراكز الاقتراع في تونس ارتفاع في نسبة الإقبال على التصويت للانتخابات التشريعية. غريف يؤكد إبلاغ تركيا أن التحشيد العسكري لا يحفظ الأمن، ويعلن استعداد بلاده للعمل مع دمشق وأنقرة لحل القضايا العالقة. حكومة صنعاء تؤكد عدم تلقيها أي رد صريح على مبادرة المشاط، وحصار التحالف السعودي يهدد مستشفيات اليمن. الميادين .net للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا دائما لطيب المتابعة، إلى اللقاء.